في الأخير لابد أن نصل إلى ذيل الأفعى، وذيل الأفعى نحن نعرفها أيضا كلنا أنه صعدة، صعدة لابد من الوصول إلى معاقل الحوثيون، ولن تحسم الأمور على الإطلاق في الجمهورية اليمنية. وهذا الكلام أكدناه مرات وطرحناه على الأخوة في قيادة الشرعية وهم يعرفون هذا الكلام، وطرحناه أيضا على قيادة التحالف بأنه لن تنتهي هذه الشرذمة الضالة إلا إذا فرض عليها بالقوة. إذا واصلنا القتال حتى يستسلموا ويسلموا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فيمكن أن نقول أنهم انتهوا. أما أي حلول أخرى، أي محادثات، أي حوار، أي أشياء من هذا النوع لن تنهيهم على الإطلاق، بل سيبقوا أحياء، سيبقوا أحياء وممكن يعودوا بعدين وينشأوا من جديد. جربناهم ومرينا في حروب عديدة في صعدة، وعندنا خبرات كبيرة عند كثير من القادة الموجودين والغير موجودين، خبرات كبيرة أن هذه الشرذمة الضالة لن تنتهي إلا بفرض عليها الاستسلام بالقوة وتسليم ما لديها في وقت عاد الحرب جارية، عاد القوة مستمرة، يسلموا ما لديهم من أسلحة ومعدات. وقعوا على اللي أذكر أنا شخصيا الرابعة والخامسة والسادسة، وقعوا على 12 بند في الرابعة، وعلى 14 بند في الخامسة، وعلى 16 بند في السادسة، ولم ينفذوا واحد منها من هذا البنود، بنود الاتفاق. لا يمكن أن ينفذوا أي اتفاق ولا يمكن أن يخضعوا لأي ضغوط إلا بالقوة، بالقوة المسلحة، بالرجال، بالمقاتلين الأبطال. وأننا في كل المحافظات قدموا التضحيات الكبيرة، وأننا في تعز يعانون الكثير وعانوا الكثير. لو تعلمون كم عدد الضحايا، كم عدد الجرحى الذي يتعالجون في مستشفيات تعز، كم أعدادهم، أعداد كبيرة جدا جدا لا تتصورونها. وجزء منهم كبير من المدنيين، من المدنيين، من النساء والأطفال أيضا. ولكن هذا النضال الذي قدموه لن ينسى على الإطلاق، وهذا تاريخ، هذا تاريخ كل المناطق التي ضحت وقدمت، هذا تاريخ مسجل لها، وسيظل هذا التاريخ ناصع أمام الناس جميعا. لا نطيل عليكم، أمامنا عدو، لابد أن نواصل الضغط على هذا العدو حتى نكمل المهمة. والله لو توفر السلاح والمعدات لهذه الألوية الموجودة في المعسكرات المجهزة تمام، وبعد ما وصلنا إلى المكان الذي توصلت إليه القوات في الفرضة تم دفع هذه الوحدات لوصلنا إلى العاصمة في أيام. ولكن يعني بإذن الله، بإذن الله أنه نتوصل إلى العاصمة خلال فترة وجيزة بإذن الله، وبسواعدكم وسواعد الرجال وبتعاون الأخوة في دول التحالف، الأخوة في دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، قدموا الكثير والكثير لهذا البلد، وهذا دين لن ننساه، لن ننساه على الإطلاق، سيظل في نفوسنا طول الزمان. وهذه الأزمة هي أزمتنا جميعا، هذه المشكلة مشكلتنا جميعا، هذا العدو عدونا جميعا، لا يعتبر عدو لنا احنا اليمنيين فقط، فهو عدو للمنطقة، لكل دول المنطقة، وعدو للأمة، للأمة. يعني الاتجاه الاثناعشري الصفوي، هذا الاتجاه معروف انه مخالف، مخالف، وانشأ من قبل من؟ من قبل الشخصيات الفارسية التي ظلت حاقدة على الإسلام والمسلمين، على الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم فتحوا فارس، بأنهم أنهوا الإمبراطورية الفارسية. وهذا الفصيل، هذا الاثناعشري تم إنشاءه فعلا في العصور بعد ظهور الإسلام، بوقت بعد فتح الفارس والقضاء على الإمبراطورية الفارسية، بعدها مباشرة تم تشكيل هذا الاتجاه وإدخاله على الدين الإسلامي بهدف يعني الوصول إلى ما يريدون، إلى ما يريدون، يريدون أن يحرفوا الإسلام عن اتجاهات الصحيح، يريدون أن يتجهوا بالمسلمين نحو هذا الاتجاه الغلط. هذا الاتجاه يجب أن نعرف كلنا أنه الاتجاه الصفوي الاثناعشري مخالف، مخالف، وفيه أمور مخالفة كثيرة بعضكم يعلمها والبعض الآخر سيعلمها إن شاء الله قريبا، لا يوجد الوقت لشرحها. في ناس ملمين أكثر منا بهذه الأشياء، يمكن أن يوصلوها
إليكم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح وفرصة طيبة، وأشكر الأخوة في المدرسة.